نروح لاخبارنا في قطاع الناشئين. الكابتن الكبير الكابتن خالد جدالله مساعد مدير قطاع الناشئين لفرق المسابقات قال ان فريق ناشئ النادي الاهلي لكره القدم 2002 قدم اداء قوي جدا امام دجله واستحق تحقيق الفوز في احد اصعب مواجهات دوري القطاعات التي ياخذها النادي الاهلي خارج ملعبه. كابتن خالد جدالله اضاف ان الفوز حاليا اهم من الاداء لان النادي الاهلي يخوض مرحله حسم الدوري وبالتالي يعد الهدف الاول هو الحصول على الثلاث نقاط من اجل الحفاظ على القمة. ايضا تامر حفني مدرب فريق ناشئ الاهلي مواليد 2002 قال او اشاد باداء لاعبي الفريق بعد الفوز على دجله بهدف دون مقابل في الجوله الثالثه عشر من دوري القطاعات. حفني قال استغلال اللاعبين المساحات في دفاع دجله كان وراء تحقيق الفوز الصعب خارج الملعب واضاف ان الاهلي كان بامكانه زياده عدد الاهداف لولا سوء التوفيق الذي لازم بعض اللاعبين في انهاء الفرص امام المرمى. اكد حفني ايضا ان الاهلي لم يحسب اللقب بعد وانه يطلب او يطالب اللاعبين بالاستمرار في تحقيق الفوز حتى نهايه البطوله. يذكر ان الاهلي 2002 يحتل حاليا صداره الترتيب في دوري القطاعات برصيد 31 نقطه. في نفس السياق حقق فريق ناشئ النادي الاهلي لكره القدم مواليد 2003 الفوز بنتيجه 4-1 على فريق وادي دجله اليوم الجمعه في المباراه التي اقيمت على ملعب النادي بمدينه نصر ضمن منافسات الجوله 17 من بطوله منطقه القاهره. واكد ميدو نبيل نجم المباراه الاول وكان نجم المباراه الاول ميدو نبيل بعدما تمكن من احراز هدفين وتقديم مستوى اكثر من رائع خلال المواجهه وتفوق الاهلي في احداث المباراه منذ بدايتها وأحرز الأهداف ميدو نبيل هدفين وصلاح رضا ومحمد عمر سرحان. ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 الكابتن محمد سعد طبعا مدير فني الكبير والكابتن ممدوح عبيد مدربا والكابتن بهاء جمال الدين مدربا لحراس المرمى وأحمد عبد الله إداري.